الأسبوعين الأولى أخذوا منه عينة على الأردن لأنه شكوا معاه مرض شلل الأطفال. بعد أسبوعين من مرضه تفاجأ إنه الوزارة بترن علي إنه عبد الرحمن هو الحالة الأولى في مرض شلل الأطفال. الخبر كان صعب كتير علينا وزعلنا على عبد الرحمن إنه فيش إله علاجات هان. لدي 3 أطفال كلهم تحت عمر كلهم أقل من 10 سنوات. تم دخلنا إلى المؤسسة وأخذوا التطعيم بفضل الله، والحمد لله. نتمنى أن يكون هذا التطعيم وقاية لهم من باقي الأمراض.